زياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية، كانت خطوة إيجابية جدا، وربما هي المرة الأولى في تاريخ الكرة العراقية أن نكون بهذه الشفافية في إعلان عقد الرعاية للمنتخب الوطني بالمبلغ الحقيقي وأيضا حتى قيمة النقل التلفزيوني. وعلى هذا الاتجاه أيضا مطلبنا وسؤالنا، كم هي قيمة عقد المدرب كتنتج الآن بعد التفاوض؟ أكيد المبلغ خفض عن المبلغ السابق. طبعا تحياتي للدكتور عدنان، واحنا عاهدنا من الاول، يعني اعطينا عهد ووعد بانه سنكون شفافين في كل يعني دولار او فلسا داخل الاتحاد وخارج منه وين يخرج. يعني بالنسبه للعقد كتانيتش، طبعا هو اختلف اكيد، يعني وفد مكسب لنا يعني بالنسبه لنا بالتفاوض يعني. لكن انا بصراحه هذه خصوصيه المدرب، لانه هي قيمه المدرب، وانت اعلامي ناجح و تعرف انه هذه الخصوصيه من حقه ان يحتفظ بها هو لنفسه، لانه انت من عقده يكون مرتفع وتخفضه لظروف معينه حتما يعني عنده استحقاقات ممكن باكر ربما غير منتخبات، فهو كان رغبته في عدم الاعلان. طيب لكنه بالمجمل خفض. خفض بشكل جيد يعني الحمد لله، وراعى يعني ظروفنا وراعى انه الجائحه انه فترات طويلة أنه غير موجود كذا، كل هذا طيب. خفض بالعقد والأشهر الأربعة الماضية اللي كان يطلبناها وما زال يطلبنا يعني هو الرجل يعني. طيب الزميل رياض هادي، السؤال اللي طرحه الجمهور والإعلام أنه لماذا هذا الغموض وعدم الوضوح من التطبيعية بموضوع النظام الداخلي؟ هل النظام الداخلي الذي يعد قررته الاتحاد الدولي الفيفا، هل هنالك طعون في الفقرات التي كتبت؟ لماذا هذا التكتم الإعلامي على النقاط التي تم تثبيتها من قبل الاتحاد الدولي أو رفضها؟ لا يوجد، تحياتنا للإعلام رياض، لا يوجد تكتم إطلاقا. احنا أرسلنا النسخة اللي كتبناها وأرسلنا الاعتراضات بكل شفافية، و اغلب اعتراضات يعني اللي اعترضوا عليها وافقوهم يعني اخذت بعين الاعتبار. طيب. اكو بعضها احنا غيرناها، لكن انا ذكرت لك انه النظام الاساسي. طيب سيد ميثم الحسن، طبعا السؤال الحادي الان هو بعد ما اسجت الهيئه التطبيعيه قلوبنا بالتزامها بموعد انطلاق الدوري، هل سيكون هناك نفس طويل للهيئه التطبيعيه بالالتزام بمواعيد الدوري وعدم الإخلال بنظام جدولة السباقات؟ أنا ما أريد أتحدث عن نفسي، لكن أنا بحياتي الشخصية أزعم بأني ما تأخرت عن موعد قط، فكلش أحرص على المواعيد وأعتبر لها قدسية، إذا يريد الشخص أن يحترم أن لازم يحترم مواعيده. حلو. إحنا نعتبر مواعيد مقدسة وإن شاء الله سنوفق، يعني ما لم يحد ما تعرف ظروف البلد، ما يم حادث كبير أو كذا، لكن يعني قضية بحجم يوم 25 احنا كنا صادقين وطلاقة الدولي كانت. طيب عمار عبدول، سؤالي لضيفكم الكريم السيد اياد بنيان المحترم، هل يمهد السيد اياد بنيان الطريق الى الكابتن عدنان درجال لاستلام الاتحاد العراقي في الفترة المقبلة؟ احنا بالنسبة لنا يعني سنكون سعيد وسنصفق لمن سيفوز، لا اعرف يعني شنو الظروف، وانا الى الان لم اسمع انه كابتن عدنان يعني بصراحة يعني مرشح على الاتحاد، واذا ذكرنا احنا هذا الموضوع خلال البرنامج استاذ علي، نعم اذا كان يحق له يرشح يعني سنكون سعداء. كابتن عدنان قامه كبيره ويحظى بشعبيه كبيره يعني مو بس بالوسط الرياضي بل يعني اوساط شعبنا. ما معناها انه الهيئه التطبيعيه على مسافه واحده من الجميع، أي لا الهيئة التطبيعية لا تملك إلا أن تكون على المسافة، يعني لو عندها رغبة ما تقدر، هيك أقول لك يعني. لا تملك، لأنها محكومة من الاتحاد الدولي ومراقبة. نورماليزيشن كوميتي، يعني أنت تطبيعية، يعني أنت موظف فيفا كأنه، فأنت محكوم للفيفا، يعني كثير من الأمور احنا نراجع بها، واتصالنا بشكل كان خلال أسبوع يعني كل يومين مرات يومي عبر التليفونات، مرات نحتاج أي شيء نتواصل معهم، أكو لجنة معنية هي من الأول بالتواصل معنا يعني. أنا أشكرك جزيل الشكر السيد إياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية، سعيد جدا بحضوركم اليوم وتلبية الدعوة. أنا أشكرك، وبصراحة أنا دائما أكون سعيد عندما ألتقيك، يعني ما أريد يعني أنا دائما الإشادة بيك، وبصراحة يعني
ما خرجت من أي لقاء إلا وأنا كنت سعيد. يعني الله يحفظكم. لأنه أنت إعلامي بصراحة ناجح، واسمح لي أقول لك أكبر من عمرك. الله يحفظكم، شهادة، شكرا جزيلا. وأكو قضية رسالة وصلتني أخيرا فيما يتعلق بقطع أرزاق الإداريين بنادي الطلبة. هو أمر مؤسف جدا، لكن إن شاء الله راح نتابع الموضوع بالأيام المقبلة، وإن وقفة مع هذا الموضوع.